شكل إعلان ولاية أريزونا ذهاب مقاعدها الأحد عشر لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن صدمة لمؤيدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ليخرجوا في مظاهرة أمام مكتب تسجيل مقاطعة ماريكوبا وسط العاصمة فينيكس. الصدمة هذه تستند إلى أن هذه الولاية تعرف كأغلب الولايات الجنوبية بولائها للجمهوريين. الحزب الجمهوري استغرب إعلان الولاية الديمقراطية رغم أن عد الأصوات وجدولتها لم ينتهي بعد. النائب الجمهوري أندي بيجز عن ولاية أريزونا يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيفوز بولاية أريزونا عند الانتهاء من عملية العد، ويقول مسؤولو الولاية أن إعلان النتيجة النهائية سيستغرق بضعة أيام. المظاهرة التي شهدت احتشاد أكثر من 200 شخص لم تشهد أعمال عنف، لكن شرطة الولاية عززت من تواجدها أمام مكتب الاقتراع، وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل عدوا الأصوات وأوقفوا السرقة وأربع سنوات أخرى، فيما يرونه حقا للرئيس ترامب بأصوات الولاية التي يشكل البيض أغلب سكانها. يريد الرئيس ترامب أصوات ولاية الوادي الكبير لتدعم موقفه للبقاء في البيت الأبيض، بينما ينتظر نتائج بعض الولايات المتأرجحة وسط إعلان الطرفين اعتقادهما بالفوز بالانتخابات.